توج نادي الطوالي لكرة السلة بلقب البطولة لموسم 2021-2022 إثر فوزه في النهائي أمام وداد بوفاريك بنتيجة 64 هدفا مقابل 59 في دورة الأبطال الموسومة باسم المرحوم عبد الكمال بوقشبية، والتي نظمت لأول مرة بالقاعة المتعددة الرياضات شحلف شهر الدين بولاية عنابة. وعرف النهائي حضورا رسميا للسلطات المحلية وكذا رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى عديد الوجوه الرياضية، كما تم تكريم عائلة المرحوم بوقشبية، والتغطية كانت لناصر قلال. في بدايه الموسم دينا هدف انا من اللاعبين، دينا هدف ندو للكاس البطوله. الفوز هذا تعبت عام ساكريفيس عام، واللاعبين كانوا رجاله بزاف، لاعبين كانت عندهم النيه تاع باش يخدموا. صافي ديزاني وحنا نخدموا افيك جون ايكيب، الحمد لله اليوم استاوا لي شامبيون دالجيري. ان شاء الله كما يقولوا هاد الشباب يزيد يخدم، وان شاء الله المسؤولين يحضروا فينا ونهدي التتويج هذا لجميع سكان تاع الطوالي. اربع فرق كلهم كان عندهم الحظ باش يكونوا هما ابطال الجزائر سنه 21-22، ولكن الفريق اللي كان عنده اكبر قوه في الميدان هو اللي فاز، وكان فريق الطوالي كان برهن وبين. واجبنا ان نكونوا حاضرين خاصه بعد ما يعني توقفت البطوله، ومش حتى نشوفوا الجمهور يعني متعطش للمباراه كما هادو في كره السله. كرة السلة عندها جمهور، يعني الحمد لله بدأت ترجع المنافسة، وهذا الشيء اللي سمح لنا باش شفنا يعني عدة مباراة